هاي، إذا كان الجسم بيفتقر لأي فيتامين أساسي فهو بيبعث إشارات بتدل على هذا الخلل وبتتمثل بأعراض واضحة من السهل اكتشافها. أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لتساقط الشعر وضعف الأظافر هو نقص فيتامين B7 يلي بيساعد الجسم على تحويل الطعام لطاقة. بيؤدي نقص فيتامينات B3 وB7 لتساقط الشعر. ممكن تكون تشققات زاوية تم مؤشر على نقص فيتامين B1 وB2 الموجودين بالخضرة والدجاج. تقليل من تناول الخضروات والفواكه الطازة ممكن يسبب نقص بفيتامين C فبيضعف النيرة وجهاز المناعة وبيسبب سقوط الأسنان. نقص فيتامين A بيؤدي لتضرر بياض العين فبيصعب الرؤية الليلية. ممكن حل هالمشكلة بتناول زيوت السمك والكبد. مين قال إنه القشرة بفروة الرأس ممكن تكون دليل على نقص فيتامينات B2 B3 وB6؟ أنا قال. بشوفكم بكره.